كل الشكر ليك يا كابتن ايمن، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من الاسكندريه واخر استعدادات فريق النادي الاهلي من مقر اقامه فريق النادي الاهلي اللي بيستعد لمواجهه فريق انبي في دور ال 16 لكاس مصر. طبعا بطوله مهمه جدا ومباراه في غايه الاهميه في مشوار النادي الاهلي للحفاظ على لقب كاس مصر. عايز اقول لك ان الفريق عاقب يعني مباراه الاهلي وطلائع والجيش اللي انتهت بخساره النادي الاهلي لكاس السوبر، مستر بيتسو موسيماني واللاعبين في حاله تركيز تام من اجل يعني المرحله القادمه. مستر بيتسو موسيماني خلال الفتره الماضيه قعد تابع لقاء الجيش اكثر من مره، اتفرج ايضا على لقاءات النادي الاهلي مع فريق الانبي في الدور الاول والدور الثاني للوقوف على كل كبيره وصغيره. مستر بيتسو موسيماني بيعكف خلال الفتره اللي يعني بدءا من مباراه طلائع الجيش لدراسه السلبيات اللي وقع فيها الفريق، اجتمع مع اللاعبين مع اكثر من لاعب على انفراد لشرح الاخطاء اللي وقع فيها الفريق في المرحله الماضيه، طالب اللاعبين بالتركيز طبعا في المرحله المقبله بدءا من مباراه انبي والمشوار الكاس ثم انطلاق الدوري دوري ابطال افريقيا والدوري المصري طبعا ومباراه الدور التمهيدي لدوري ابطال افريقيا. تقدر تقول ان اللعيبه في تركيز من اللاعبين، اللعيبه لعيبه النادي الاهلي خلاص حاسه بقيمه المرحله وحاسه بقيمه الموقف، في حاله من الحزن طبعا اللاعبين لحاله الحزن العام اللي عند كل الجماهير. بعض اللاعبين طبعا او كل اللاعبين مقدرين حجم المرحله اللي احنا فيها، مقدرين زعل الجمهور واكيد يعني عدم الرضا عن المباراه الاخيره، لكن النهارده صفحه جديده بيفتحها لاعبي النادي الاهلي، تركيز مطلوب جدا من كل اللاعبين ان شاء الله في هذه المرحله. اقدر اقول لك ان الروح المعنويه عند اللاعبين ان شاء الله تكون النهارده في اعلى صوره ان شاء الله، اللعيبه كلها مركزه خلاص صفحه وانتهت، بنركز النهارده ان شاء الله ان تكون بدايه انطلاقه لفريق النادي الاهلي. لو نتكلم على كواليس يوم فريق النادي الاهلي النهارده تناول اللاعبون وجبه الافطار في تمام الساعه 11 صباحا، ثم كان المحاضره لمستر بيتسو موسيماني في تمام الساعه 2:30، ثم وجبه الغداء في تمام الساعه 3:00. يعني عقب وجبة الغداء مستر بيتسو موسيماني اجتمع مع موسي محلل الأداء وكيبي والكابتن سامي قمصان، وطبعا اجتماعات مستمرة، عرض أكتر من فيديو شفناه بيتابع أكتر من فيديو الفريق الام بي يتفرج على أخطاء مباراة طلائع الجيش. لكن أقدر أقول لك إن شاء الله النهاردة تكون بداية لفريق النادي الاهلي، بدايه للاعبين. طبعا المباراه من المقرر اقامتها على استاد الاسكندريه، طبعا هيدير احداث اللقاء الكابتن محمود البنا حكم الساحه، هيعاونه محمود ابو الرجال واحمد توفيق طلب. طبعا النادي الاهلي بيغيب النهارده عنه مجموعه من اللاعبين استمرارا، طبعا هيغيب حسين الشحات وطاهر محمد طاهر اللي قدرنا ان احنا يعني من الدكتور احمد ابو عبله نعرف اخر الامور اللي وصل ليها اللاعبين. قال لي بالنسبه لطاهر محمد طاهر خلال يومين ثلاثه ان شاء الله هينضم للتدريبات الجماعيه ان شاء الله. بالنسبه لحسين الشحات عقب العوده ان شاء الله الى القاهره هيتم اجراء اشعه بالرنين المغناطيسي لحسين الشحات، يعني خلال اسبوع او 10 ايام هيكون موجود ان شاء الله في تدريبات الجماعيه. ايضا اطمنا على اللاعب بيرسي تاو، قال لي خلال برضه من 10 ايام لاسبوعين هيكون موجود مع فريق النادي الاهلي، وقال ان هو بيسير بخطى اكثر من رائعه وخطى مميزه جدا في البرنامج التاهيلي الموضوع لبيرسي تاو. دي كانت كل الكواليس كل الاخبار من هنا من مقر اقامه فريق النادي الاهلي قبل التوجه الى ملعب واستاد الاسكندريه اللي هيستضيف احداث اللقاء. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي.